بشكركم على استقبالكم لينا، واقول لكم على ان كل ذوق احنا اتقابلنا بيه كاننا في بلدنا بالظبط. معكم الطالب العسكري خالد تركي النفيعي، انا اتحدث اللغه الصينيه ومعي زملائي من نفس الدوره يتحدثون 10 لغات لتسهيل التواصل مع ضيوف الرحمن. انا برحب الان باللغه الصينيه نيهاو خوين لاي طاو شاتا الابوا. اهلا بكم في المملكه العربيه السعوديه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم المجنده حنان الدوسري. طبعا احدثكم اليوم من مطار الحج والعمره. زي ما انتم شايفين كل سنة ولله الحمد تشهد المملكة عدد هائل من الحجاج القادمين من مختلف بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، والحمد لله السنة هذه ساهم العنصر النسائي في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات دخولهم بكل سهولة. طبعا الأداء لتسهيل إجراء الحج، طبعا إحنا نقوم بأول شيء وأهم نقطة إن إحنا نتأكد من جوازات الحجاج والفيزا الخاصة بالحج إن هي سارية المفعود والنظامية، ثم ننتقل إلى العمل الخصائص الحيوية لكل حاج.